فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهاردة. هنشوف صينية مسلمة بتتحدث عن مرض كورونا وعن الدكتور اللي هو كان بيحذر الصين في الاول على مرض كورونا، وبعد كده ما صدقهوش وقالوا له بطل التخاريف اللي انت بتقولها دي، وبعد كده هو مات من المرض ده. فهي جاية بتتحدث عن الموضوع ده، وهنشوف بقى الفيديو، ندخل عليه كده بقى ونشوف هي بتقول ايه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. راح اتكلم عن اخر اخبار الكورونا وعن المسلمين وتعاملهم مع الوضع الحالي، المسلمين اللي في الصين طبعا. اول شيء اخر اخبار الكورونا، الطبيب اللي اول واحد اعلن ان هذا المرض يشبه مرض السارس ومعدي توفى يوم الخميس اللي هو امس 6 فبراير، وهذا الطبيب كان طبيب عيون، فلما قرأ التقارير قال ان هذا المرض يشبه السارس، واعلن وجود هذا المرض وانه معدي في المستشفى. فبعد ما اعلن في المستشفى، المسؤولين عن المقاطعة اخذوه وقالوا له ان انت قاعد تنشر اشاعة وانت اصلا طبيب عيون، ما لك شغل بالسارس، فوقعوا تعهد ان ما ينشر الاشاعة. لكن خلال في غضون اسبوعين صارت اكثر من حالة، وفعلا طلع كلامه صح وان هذا المرض معدي ويشبه السارس ويؤدي الى موت الناس. فبعدها صار اعلان حالة طوارئ، وهذا الطبيب توفى بسبب انه هو لما عالج المريض ما اتخذ الاجراءات اللازمة للوقاية فاصيب بالفيروس. زين، الناس اللي شافوا من الحالات، ترى ما في دواء الى الان تم اكتشافه يعالج هذا المرض، ما في دواء معين، لكن الادوية الموجودة كلها والعلاجات الموجودة تعالج فقط الاعراض. الحالات اللي شفت تقريبا وصلت لألف حالة وخرجت من المستشفى، شفت بسبب بنيتها الجسمية، بسبب مناعتها الذاتية، مو بسبب دواء أخذها وشفى منها، لأن كل المرضى يعالجون، والمرضى اللي شفوا منها بمناعتهم ومقاومتهم للمرض طلعوا من المستشفى. فإلى الآن قاعد يحاولون إنهم يعرفون سبب أو علاج لهذا المرض، علاج محدد، دواء يتم أخذه للتشافي من المرض. أما حال المسلمين في الوضع الحالي في الصين، فحالهم حال أي صيني ثاني، جالسين في بيوتهم للوقاية من المرض. طبعا المرض ما راح يقول هذا مسلم أصيبه وهذا غير مسلم راح أصيبه، لا، يصيب أي شخص يتعرض له. المسلمين سووا فرق تطوعية في مناطق مختلفة لتوزيع كمامات بالمجان على الناس، مثل مقاطعة يونان، مقاطعة تشانسو، مقاطعة شيان، مقاطعة شانشي، وحتى منطقة سايا سووا نفس الشيء. وفي ووهان في مطعم او المطاعم الاسلاميه وزعوا وجبات حلال للناس اللي يعالجون المرضى، اللي هم الاطباء والممرضين والممرضات، لمركز العلاج، لان في من الممرضين والممرضات والاطباء في مسلمين فهم معرضين للمرض وما حد قاعد يجهز لهم وجباتهم، فالمطاعم الاسلاميه تبرعت في انها توزع وجبات حلال لهم. وهذه فرصه عظيمه للتعريف على الاسلام والهدي النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا الحل في مواجهه هذه الاوبئه، وهو لا دارس طب ولا كيمياء ولا فيزياء، اللي هو العزل، اللي داخل البلد اللي فيه وباء ما يخرج منه، واللي خارج البلد ما يدخله، واللي مكتوب على الإنسان راح يصيبه مهما صار. هذا أول شيء يعطي سكينة في قلب الإنسان ويعرف إن اللي مكتوب ما رح يصيب غيره المكتوب له، ويشجع على إنه هو يدعي الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء ممكن يغير الأقدار، ويشجع على الصدقة وعمل الخيرات، لأن هذه الأشياء كلها تقي مصارع السوء. بالإضافة إلى أن حق الإنسان الغير مسلم راح يستوعب أن كثر الإنسان ضعيف في مواجهة مصاعب الحياة وتحدياته، بالنهاية يحتاج أنه يلجأ لقوة أعظم منه، للي خلق الكون كله، عشان يطلع من المصيبة اللي هو فيها، من الضعف اللي هو فيه. منو اللي يقدر يسوي شيء غير اللي خلق الإنسان وخلق الكون هذا كله؟ أما عن اللي يقول أن هذا عقاب من الله وعذاب من الله، فلازم يكون عنده مستند قوي صحيح وصريح عشان يقول ان هذا من الله. انت قاعد تنسب شيء لله، وهذا الكلام وايد خطير وكبير. اذا تنسب شيء لله لازم يكون عندك خبر من الله نفسه قال ان هذا الشيء ينسب لي. اهم يقسمون رحمة ربك؟ فاذا احنا نقول ان هذا الشيء ان عقوبة من الله، او الاوبئة والامراض هذا عذاب من الله، فغير المسلم ممكن يقول بكل بساطة ان انزين، ليش ممكن المسلمين معرضين لهذه الاصابات، لهذه الاوبئة؟ هل الله سبحانه وتعالى يعذب عباده اللي يعبدون بعد؟ ومثل ما تعرفون الصحابة اللي هم أطهر خلق الله تعرضوا لمثل هذه الأوبئة، لمثل طاعون عمواس مثلا. فهذا الكلام وايد خطير، لازم ننتبه منه. حتى لو كان الغيرة أو الدافع هو الدفاع عن الدين أو نصرة الدين، لكن نصرة الدين يحتاج إلى أساليب، ويحتاج إلى علم، ويحتاج إلى شيوخ دارسينة، مو مجرد إن أنا عندي مشاعر وأبي أتشفى وأبي أطلع المشاعر اللي موجودة عندي فأقول أي شيء
فالله سبحانه وتعالى قال: وتلك أيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. لكن الفرق بين المسلم وغير المسلم إن المسلم الله سبحانه وتعالى قال لهم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفضل اللي موجود للمسلمين، وإحنا أصلا نتمنى إن كل الناس تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وهنشوف كمان يا حبايبي ازاي الصين بتتخلص من كل الكائنات الحية اللي عندها، اللي هما كانوا بيقوموا بالأكل بأكلها زي البط والوز وكل حاجة، الطيور، أي حاجة عندهم بكميات كبيرة بدأوا يتخلصوا منها في قبور جماعية وهم صحيين حيين، بيدفنوهم وهم حيين. شفتوا برضو القلب القاسي يعني. اتفضلوا يلا بقى معايا شوفوا المقطع ده، نشوفه مع بعض وقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.